في الملعب شكلها قعدت دقيقه مش يعني مش مركز مش عارف اعمل ايه والله يعني. خد الشوطه مني شوطه جامده يعني 10 متر بيني وبينه شوطه جامده، فلقيته وقع حتى بشكله هو بيقع يعني هيموتني بقع كده. طب حتى لو انت مت وانت واقف يعني اقع وقع حلو يعني اقع حلو لقيته وقع كده وقع على دماغه وقعت يمين يعني الشوطه جت في دماغه. هي جت فين بقى في دماغه؟ هو بيقول جت هنا هنا، فهو مش واخد باله، هو بيلف كده لا الشوطه كده فمش واخد باله وقع على نفس هنا فكله. بس انتوا بالنسبه لكم ده عادي يعني برضو؟ لا مش عادي. احنا ليه ما هو عادي ان الكره تيجي في دماغ حد ده؟ لا بس مش عادي نموت وعادي. لا مش عادي. لا الراجل كان هيموت خلاص يعني. قصدي عادي ان الشوطه جايه انت معرض ان انت تاخد. قصدي ده يعني حاجات ما بقولش مش اول مره. انا اكتر لعيب في مصر دماغي اتفتحت وتعورت بس لا ببقى واخد يعني بالي. هي وقعته كان شكلها مريب جدا ان هي المسافه كانت قريبه بينه وبينه بالظبط وهو شايط جامد ما شاء الله رجليه اهدى شويه رجليه تقيله. وبعدين؟ لا وانا قلت خلاص احنا فوقناه جبنا الاسعاف طبعا، بس لما فاق خلاص قلنا بلاش اسعاف عشان ما يتخضش يعني. ف قام وكان عايز يكمل التمرين عادي فقلنا خلاص طمنا عليه يعني وكده. فلما خلصنا تمرين مشينا لقيت واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي ده جده في المستشفى ومش فاكر اي حاجه. مش فاكر ازاي. كلمته بقى وطمنت عليه فالدكتور قال لي هو فقد الذاكره 6 ساعات 7 ساعات. فطمنا ثاني يوم اطمنا والدكتور كان لازم شويه حاجات كده تحاليل واشعاعات وكده وهو قاعد اهو. طب يا كابتن محمود بقى ما طب ضميرك ولا بيأنبني ولا اي حاجه والله. طب الحقيقه اول مره يعني الضحيه والجاني يبقوا مع بعض قاعدين جنب بعض وده حدث في حد ذاته يعني. انت المجني عليه والجاني اهو الاثنين فيعني لو في محضر انتوا هيبقى توصيفكم كده. والله طول ما هو سليم وخلاص انا ولا في حاجه بتخضني. لا 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 على فكره عدم اكتمال الجريمه مش معناه انها ما حصلتش، ده قانون يا كابتن. ان شاء الله يعني انا افسخ عادي في المواليد.